طيب في جدة، في خبر عن جدة إنه في جدة لوحدها 15 قضية طلاق يا الله. يومياً لتسجل وقائعها ورفعها إلى المفتي العام في الرياض. يعني الرقم جدا كبير صراحة، وغير 15 قضية كل يوم. يعني احنا في اعتقد انه يعني دائما نتكلم على الطلاق عندنا في السعودية النسبة مرة عالية وكذا، ولكن انه الان يوصل لذي المستوى وذي المرحلة مرة كثير. يعني عموما حيكون معنا مداخلة عبر الهاتف، معنا عبر الهاتف مدير مركز الدعوة والإرشاد الشيخ ناصر المصعبي. أهلا بك الشيخ ناصر. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بك. طبعا في البدايه 15 قضيه طلاق في اليوم، رقم جدا كبير. انت حضرتك ايش تعليقك على هذا الخبر؟ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بدايه انا اشكر القناه على معالجه ومناقشه مثل هذه القضايا المهمه في مجتمعنا. وهذا يحسب للعلاج التوعوي والثقافي للمجتمع. وأولا أحيطكم علما بأن الجريدة الرائدة جريدة عكاظ حينما نشرت هذا الخبر أنني قلت أن هناك 10 إلى 15، يعني هناك معدل بين 10 و15 قضية من باب الدقة في الرقم. ومحافظة طبعا مركز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية هو الجهة المسؤولة والتي تتعاون مع الرئاسة العامة للإفتاء عبر مكتب المفتي العام في الرياض لعدم وجود مكتب لهم في جدة. فنحن من نستقبل هذه القضايا في مركزنا عبر إدارة مهمة هي من أهم إدارات المركز، وتعنى أولا باستقبال الزوج والزوجة ووليها وطرح المشكلة أمام كل الأطراف للخروج بمحضر واضح تتم الفتوى بناء عليه وبتوقيعهم وبتصدير هذا المعاملة رسميا واستقبال الجواب رسميا، ومن ثم إحاطة وإخطار جميع الأطراف بفتوى المفتي. طبعا نحن في المركز نستقبل، لا نستقبل كل قضايا الطلاق، إنما نستقبل القضايا التي تختص بقضية الراغبين في الإصلاح وفي الفتوى. طيب يا شيخ ناصر لو تسمح لي بس أستفسر، كيف يتم التعامل مع هذه القضايا؟ يعني كيف، يعني هل يتم توعية الزوجة والزوجة عن مضار الطلاق وأنه أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولا بالضبط كيف يتم التعامل معهم؟ كما تعلمين يا أختي الكريمة هناك تكامل وتعاون بيننا وبين، يعني الموضوع هذا موضوع مهم. نعم. نحن في مركز الدعوة لا شك أن لنا برامج توعوية وتثقيفية عامة، ولكن هناك جهات هي أخص منا وهي الجهات التي تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد خطت مشكورة نحو تطبيق الدورات الإلزامية للمستفيدين من خدمات هذه الجمعيات. أنت تعرفين أنه دولة مثل ماليزيا كان عندهم هذه المشكلة وهي تنامي هذه الظاهرة، وكانوا تقريبا عندهم ما يقولون 38%. لما طبقوا هذه الدورات الإلزامية للمقبلين انخفضت خلال 5 سنوات إلى 8%. تقصد الدورات ما قبل الزواج؟ اللي الدورات ما قبل الزواج. نعم. وهذا أمر مهم، يعني نحن الحقيقة بحاجة إلى آليات ووسائل. وأنا يعني مثلا أدعو لما يسمى جمعيات تنسيق الزواج، يعني مثلا أن يكون هناك الإشكاليات والملاحظات أنه غالب هذه الحالات تكون في السنوات الأولى للزواج،
يعني غالب الخلاف وغالب الانفصال يكون في السنوات الأولى. هذا يدل على أنه هناك خطأ في ربما أحيانا يكون في اختيار الشريك. أكيد طبعا. أو حتى في مفهوم الزواج بحد ذاته يا شيخ ناصر. لكن خليني أسألك، يعني ذكرت أنه بترددوا عليكم الأزواج الراغبين بالإصلاح. نعم. يعني هل بتلاقوا لهم حلول أو شيء يعني؟ لا شك. حتى أنه ما ينتهي بالطلاق مثلا؟ لا شك، لا شك. الحقيقة مما يحسب لسماحة مفتي بلادنا ومكتبه والرئاسة مما يعرف ويعلم حقيقة أقول له أنهم يأخذون بالمنهج الأيسر في قضايا الخلاف الأسري وقضايا الطلاق، ويأخذون باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي قال فيها المذاهب الأربعة. وهذا هو اجتهادهم، هذا هو اجتهادهم والحمد لله. ولكن أيضا الذي وافق حاجة الناس و الرغبة في التيسير عليهم. هناك قضايا مثل قضايا المشكلة كما تفضلتي، إن هناك جهل كبير في قضايا اللي هي الفقه الشرعي لمفهوم الطلاق. الناس يمارسون هذا الأمر بجهل. الإسلام حينما الإسلام وهو دين يعيش العصر والواقع ودين واقعي لم يمنع الطلاق كما هو موجود في بعض الديانات. ولم يسمح به يعني مطلقا، إنما جعل هناك نظام بحيث أن الرجل إذا يعني اضطر إلى هذا اضطرارا بعد أن استنفذ الوسائل والطرق التي لعله يصلح بها زوجته أو كذا، أنه يعني يطلق طلقة واحدة. يطلق طلقة واحدة ثم تكون هناك عدة شرعية لمدة 3 أشهر أو ثلاث حيض. بعدها في هذه الفترة يستطيع الرجل أن يراجع زوجته ويعود إليها ويبقى له طلقتان. صحيح. الإشكالية اللي نجدها الآن أن هناك الآن موجود أن هناك يعني من يطلق 3 طلقات كلها مجتمعة للأسف. ولكن أيضا الحمد لله يعني الفتوى عندنا تجعل انهم ياخذون حتى ان هذا طلاق على غير السنه. صحيح. طلاق بدعي. صح. على غير وتحتسب طلقه واحده يعني حتى لو يجعلوها طلقه واحده. مزبوط. او كذلك الرجل الذي يطلق المراه وهي حائض او يعني طلقها في طهر جامعها فيه. كل هذا يعني الفتوى عندنا انه لا يعتبر طلاقا لأنه طلاق بدعي. نعم. الشيخ ناصر المصعبي، شكرا لهذه الجهود المبذولة من قبلكم.